إذن مشتبعينا الكرام، مشتبعي جريدة المغرب الحر، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من بورغون. كما كتشوفوا كنتواجدوا يعني مع الاسم كريم أستاذ، مع السي محمد اللي كيدلي بعض الحقائق عفوا الصادمة. كيقول بأن عنده 1500 هكتار يعني من أنفا لعين الدياب كاملة ديالو، وارتاح على جداته الله يرحمها، و يعني ديك الارض قامت يعني على نزع الملكيه، وغنشاهدوا مع هاد الحقائق فهاد الاثناء. بقوا معنا على المباشر باش تكتشفوا التفاصيل ديال هاد السيد سي محمد. سي محمد مرحبا بك، يعني حكي لنا اكثر وقربنا من هاد الواقعه هادي. السلام عليكم خوتي حبابي. انا ابو سرحان محمد الدودي. القضيه ديالي الدوله داتنا الارض ديالنا فيها 1500 هكتار، ندير ليها نزع الملكيه وما معوضينش، فيها انفا وعين دياب، وتترمر على سمية جدنا في الكاداستر. واش غادي نقول لكم احبابي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا حارس ليلي، كنملك 1500 هكتار وحارس ليلي، 1500 هكتار وحارس ليلي. فين كاين 1500 هكتار؟ اين بلاصتها؟ انفا وعين الدياب، فيها انفا وعين الدياب. انا كنت كنحرط الدوليز واحد الوقت بالمحرات، كنا عايشين في الدوليز، كانت جده، كنا عايشين مع جده، ولكن هزونا من الدوليز وحطونا في كريان مسعودي، هزونا من ارضنا وحطونا في ارضنا. كريان مسعودي تا هو ديالكم؟ كريان مسعودي تا هو داخل البيريمتر الملكيه. وهاد الاراضي هادي وكاين فيها وزراء وبرلمانيين ومستشارين، وانا خوتي ما نكذبش عليكم، راني عييت كما وعدت نفسي بجميع المنابر ديال المغرب غادي ندوي فيها، جميع المنابر الحره غادي ندوي فيها، لان كيف يعقل عندي 1500 هكتار ونعيش انا حارس هذه السيارات؟ ماشي حرام. هما عايشين متعين، كاين اللي عنده الفيلا ديالو فيها 5000 متر 6000 متر، كاين اللي عنده فيها هكتار كامل ديرو فيلا، ها؟ وانا عايش في الزنقه، عايش في الشارع، ماشي حرام. عندك ما يوتيوبيت على هذا الشيء؟ كاينه، هما كلشي كيعرف انفا، شكون اللي ساكن في الانفا؟ لا بالنسبه للوثائق اللي كتدلي بان الارض ديال عندنا، بان المحامي كاتب انفا بلاج ديالنا، محامي كتب انفا براج ديالنا، وكيشهد بان التيتر مير 9421 سين راه على سميتنا في الكاداستر، ووجدنا في الجريده الرسميه ديال 1916. هاك المحامي كيشهد بهذا الشيء. كنحس بالحقره، كنحس بالظلم، كنحس بالاستبداد. واش انا عندي 1500 هكتار وعيش حارس السيارات؟ ماشي حرام. الوثائق اللي عندك مثلا، الجريده الرسميه ورقه المحامي كيشهد عندنا الملكيه فيها عقد الشراء والورثه اللي منازلين اللي شاري من عندهم، والثمن باش شرا، والحدود ديال الارض ديالو كامله. وانا اخوتي حبابي راه ما غنسكتش على هذه الارض هذه، راه قلت لكم جميع المنابر غندوي فيها حتى يبان لنا الحق ديالنا. الورثه راه عايشين واحد الحاله يرثى لها، راه عايشين واحد الحالة يرثى لها. معذبين، محنين، مكرفسين، ما كاين شي واحد موظف ولا شي واحد عايش في شي إدارة، خدام شي إدارة، كلهم هاد عساسة مساكن وديزاجون سيكوريتي، وكاين اللي ما خدامش، أغلبيتهم ما خدامينش، ويتامى، كاينين اليتامى، وكاينين المعاقين. حاولت انك تراسل الجهات المسؤوله باش ما يمكنش، كي غندير؟ شكون اللي غيديها فيا انا البيبان؟ مشيت دقيتهم بيدي، طلعت الرباط، المجموعه الحضاريه، العماله، انا طلعت العماله، دخلت لقسم التعمير، قال لي منين جبت الميف؟ قال لي ها هو الميف ديالكم عندنا، ولكن سير دابا جيب لنا شهاده ملكيه. مشيت عند المحافظ نجيب شهاده ملكيه، قال لي سير جيب لنا تسليم من عند الاملاك المخزنيه. ملي مشيت للاملاك المخزنيه قالوا لي احنا التسليم كنعطيوه للاداره، خاصنا يجي قرار من المحكمه. كيقول لي دير المحامي، كنمشي نبغي ندير المحامي، كيقول لي المحامي على الاقل خاصك الميف ديالك تفتحوا بواحد 10 المليون،
ولا 15 كاين اللي كيقول لي 15 كاين اللي قال لي 20 مليون باش نفتحوا الميل. وقال لك راه خصنا نمشيو حتى لفرنسا باش نشوفوا ديك الفتره فاش كان جدك الفرنسيين دخلوا ولقاو جدك كيحرط تما غادي نجبدوا الوثائق. وانا احبابي راه الورثه لا حول ولا قوه لهم، ما يقدوش يجمعوا 20 مليون ولا 15 ما يقدوش، ما بحالناش ما بحالناش. وهاد الارض ساحليه، هاد الارض ساحليه، الارض فيها اربعه الحدود، كيكون فيها اربعه الحدود، حنا عندنا ثلاثه الحدود والحد الرابع هو البحر. شحال اللي قومتوا هاد الارض هادي، شحال جابت في الثمن؟ 1500 هكتار الا درنا لها 3 مليون ولا 4 فانفا وعين ديب راه ساويه 60000 مليار. شحال؟ 60000 مليار، 60000 مليار. وانا هذا الثروه هادي راه نعطي النص ديالها للشعب والنص نعيش به، يديروا فيه سبيطارات، ملاجئ، يديروا فيه جوامع، يديروا فيه اش غادي نقول لكم، يديروا فيه داكشي اللي بغاو، والناس اللي ما ساكنينش نعطيهم فين يسكنوا. ولكن باش يديها وزير ولا برلماني ولا مستشار يتمتع فيها ويعيش فيها مع ولادو ويقري ولادو في اوروبا ويلبس ولادو ويصبط ولادو ويوكل ولادو مزيان وحنا نموتوا، لا راه حرام احرام. انا كناشد جلاله الملك، راه جميع المنابر كناشد جلاله الملك يوقف معنا وينصفنا. راه هاد الارض هذه جلاله الملك ما غنتفاكش عليها، راه جدودنا علمونا نموتوا على ولادنا ولا على بلادنا. أيه وثيقة المحامي ها هي. أيه وثيقة المحامي كيشهد بأنه هاد التيتر هذا راه ديالنا. هاد التيتر هذا ها هو كاتبها، كيشهد بأن أنفا بلاج ديالنا اللي ولات أنفا بلاص. نقدروا نشوفوا الجريدة الرسمية اللي قالت. وها هو في الجريدة الرسمية، ها هو في الجريدة الرسمية، ها هو كاتبها المحامي في الجريدة الرسمية. هو كاتب المحامي في الجريده الرسميه، الرقم ديالو الرقم السادس الظاهر الشريف. وهذه الجريده الرسميه، هذه الجريده الرسميه اخوتي، ها هي ها هي ها هي الجريده الرسميه اللي كانوا الفرنسيين هنا شدوا التيتر مير ديالو وحطوه في الكاداستر، هو 9421 سين. انا كنطالب بعد الله سبحانه وتعالى جلاله الملك يوقف معنا ويورينا حقي. انا راني عييت، انا راني عييت يا جلاله الملك باش غادي نبقى نجري، ما بقاش عندي الجهد، عندي 60 عام ما بقاش عندي الجهد باش غادي نبقى نجري وباش غادي نبقى نطلع الادارات، راني عييت. يعطونا باش نعيشوا، يعطونا باش نعيشوا، يعطونا باش نعيشوا. هاد الورثة 300 وريث مسكين، غير الولد اليتامى وكاين فيهم لي معاق، وانا المرا عندي زحافة ما كتمشيش. وانتم شتو احبابي حارس، حارس السيارات ماشي حرام، كلم لك 1500 هكتار، 1500 هكتار ها وحارس السيارات. ولكم واسع النظر، رسالتي المغاربة والمغاربة اللي كيشوفوني دابا، اللي كيشوفوني ساندوني ويأزروني ويتعاطفوا معايا، راه أرض كبيرة. أنا هاد الأرض هادي راه النص ديالها نعطيها للشعب، يديروا فيها ملاجئ، يديروا فيها معامي، فين يخدم الشباب، فين يسكنوا الشباب، فين يتزوجوا ويديروا المساكن ديالهم. ولكن باش أنا نبقى نشوف هاد الأرض راه حرام. كنحس بالحقرة، كنحس بالظلم. هذا العالم كله كيعرفني هنا، بورغون، حي الحسني، العنق، الهجاجمة، وحنا هما سكان الهجاجمة الأولون، حنا هما السكان الأصليون ديال الدار البيضاء، والسكان ديال الهجاجمة الأصليون. وهالأراضي باقا خاوية في اسم الجماعة، كاين الأرض في أملاك المخزنية، كاين الأرض محبسة، كاين الأرض اللي في ديال الجموع، كاين الارض السلاليه. وراه ما يمكنش ليا جلاله الملك نبقى نشوف هاد هاد الحقره هاد. تورينا فين عايش، البلاصه اللي عايش فيها؟
ها انتم انتم احبابي كتشوفوا انتم احبابي هاني هاني حارس الخدمه فين خدام انا انا براكه ديال ديال الحراس ها ديال السيارات انا انتم شوفوا ها اساس فين في ارضنا هذه راه ارض ديالنا وانا اساس فيها هذه الارض تاعي تابعه داتها الدوله عطاتها للموظفين ديالها اللي هي في محسوبه على المنار المنار اللي قرب العمق شكون اللي ساكن فيها اجيو ديروا البحث وشوفوا شكون اللي سكن فيها نهار الاول شكون اللي سكن في هذه الارض فوتوها لهم فوتوها للموظفين بواحد الثمن رمزي اللي هو 900 جلالة الملك هاد الارض كنا نعم كتحسب راسك انت اولى بهذه الارض انا اولى بهذه الارض لان الديور ديال نزع الملكيه انا اول من نستافد او ندير مشروع انا الاول ندير مشروع ولكن باش يجيو وحدين اخرين يستغلوها ويعيشوا فيها وانا نبقى نشوف انا حارس السيارات حرام يعني ما عندكش يعني شي صالير في الشهر ولا شي لاسينيس ما عنديش ما عندي لا تقاعد لا تغطيه صحيه لا انتريت والو عندي المراه كما قلت لكم زحافه انا لا ما دخلتش عليها ما كاينش يدخل عليها ما عندكش وهي كنخليها بوحدها تقريبا 7 شهور دابا ما خرجاتش من الدار كتعاني الليل كله هي كتمشي وريتها معايا وريتها لان هي انا واخد بنت خالتي والارث ديال امي وانا كنناشد دائما ونعاود نكرر جلالة الملك يوقف معنا وينصفنا راه هاد الارض هادي راه ما نتخلاش عليها انا زدت في هاد الارض انا زيد في العمق وهاد العمق داخل بيريمتر الملكية وما يمكنش ليا نبقى ساكت يعني شي كلمة أخيرة للمغاربة والجمعيات الحقوقية اللي يقدروا يشاهدوا هاد الفيديو أنا كناشد الجمعيات الحقوقية والمغاربة يساندوني ويوقفوا معايا راني عييت أخوتي راني عييت راني غادي الردات ديالي كتمرض انا ما بقيتش نقد نشوف هاد الاراضي ديال عين دياب وهاد العين هاد الساحل ديال لاكورنيش ما بقيتش كنقد نشوف ولا ندوز من قدامه ورينا البلاصه اللي ساكن فيها نشوفها فين ساكن انا خدام هنا خدام في الكاريطه ديالي هاد الكاريطه ديالي هاي اخوتي هاي الكاريطه ديالي هاي انا فيها هنا اباس حاول دابا مع هاد الفيديوهات اللي كندير وهاد الخدمه اللي كندير شديت واحد بالليل خدمته بالليل وتحولت انا النهار اذا كما كتشوفوا متابعينا ان هذا هو المكان اللي كيدوز فيه السي محمد نهار كامل يعني كما كيقول انه عساس في الارض ديالو كيحس بالحقره كيحس بالتهميش وكما شفتوا معنا على المباشر متابعينا انه يعني دلا لينا بالوثائق اللي كتثبت الملكيه ديال الارض يعني في الاسم ديال جداته هو وريث شرعي هو والزوجه ديالو كما قال لانها بنت خالته فحقائق صادمه ومثيره في نفس الوقت فما غيبقى لنا الا نقول لكم وصلنا لنهايه هذا البث المباشر شكرا لكم متابعينا على حسن المتابعة إلى بث آخر إن شاء الله إلى اللقاء